السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاج. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا خير وصحه وعافيه ان شاء الله. لو انت عندك بقع حوالين رقبتك، حوالين ايديك، حوالين الباط، حوالين الرجلين من تحت من عند الركب، او بتظهر لك بقع سود عموما، فده بدايه غير مبشره. هقول لك الفكره دي، الفكره عشان نخش في التفاصيل على طول، ان البقع دي انا كنت فاكرها زمان ان هي عدم نظافه، اللي انت مثلا بتستحماش، الناس مثلا بتنام بالعرق، يعني بيبقى حاجه بتاعت فيها عدم نظافه عموما. لكن اكتشفت ان الموضوع بيبقى علاقه بالاجهزه الداخليه وبيخص السكر شويه، لان اغلبيه الناس اللي بتبقى عندهم مقاومه انسولين وبيبقى عندهم سكر بتبقى على طول عندهم الحتت السودة دي، او يعني ظهور البقع السودة في جسمهم كله، ده بيبقى بالنسبه غالبيه يعني. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت حضرتك لما بيتفرز في جسمك الانسولين بكميه كبيره، فالانسولين ده بيبقى حاجه اسمها هرمون بناء. هرمون بناء ده اللي هو بيساعد في تضخم الجلد، فتضخم الجلد ده بيظهر في البقع السودة دي. فمن الافضل، يعني انا كده قلت لك سبب، من الافضل انك تقلل من استهلاكك للسكر والكربوهيدرات او النشويات اللي هي المكرونه، الرز، العيش، الحاجات دي كلها، لان الحاجات دي هي والسكريات بيعلوا من الانسولين. فطبعا كل ما انت تاكل سكر وكربوهيدرات كتير، فاللي بيضطر اللي بيحصل اللي انت بتعلي الانسولين. الانسولين بيمشي ازاي؟ لما انت بتاكل السكر او الرز، فاللي بيتحولوا لجلوكوز، فيبتدي البنكرياس، اللي هو في الحته دي كده، يبتدي يفرز الانسولين عشان يجيب الجلوكوز ده ويديه للخلايا، عشان الخلايا تبتدي يعني تتحرك وتاخد طاقه. بس المشكله لما انت بتاكل كربوهيدرات وسكريات كتير، فيبتدي الانسولين مش عارف يودي الجلوكوز ده فين، فيبتدي يخزنه في الدهون، ويبتدي يحصل تفاعلات كتيره في جسمك انت مش محتاج ليها. فمن الافضل انك تقلل السكر وتقلل الكربوهيدرات، لان فعلا الموضوع مفيد جدا. يعني انا لما بقلل بس الكربوهيدرات وبقلل السكر شويه، مش كتير او بقطع خالص، بقللهم تدريجيا، الموضوع بيفرق فعلا في جسمي وبحس ان انا خفيف. فاتمنى تستخدم الموضوع ده، لان ولا علاج مفيش، قصدي انا كنت بستخدم، يعني الموضوع ده حصل لي في رقبتي، لان الموضوع انا استخدمت فيه كيميكالز وحاجات كريمات والكلام ده وما حصلش اي حاجه. الموضوع بيحصل لما انت بتقلل الموضوع دي كلها، وهي تلاقي السخونيه او اللي هي السواد الكتير ده بيبتدي يهدى، وبعد كده تبتدي تعالجه. لكن ان انت تعالجه على طول بكريمات وكده مش هتعالج. اتمنى انك تكون استفدت بالموضوع، واتمنى حضرتك فعلا تاخد الموضوع فعلا جد، لان الموضوع فعلا مقلق. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناه. شكرا جدا.